أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يشرع لغير المتوضئ والجنب والحائض والنفساء والمستحاضة أن يسجد سجود الشكر؟ لا، لا يسجد سجود الشكر بالنسبة لمن عليه حدث أكبر، لا يسجد سجود الشكر، لأن السجود نوع من الصلاة ويشترط له الطهارة. وعند بعض العلماء أنه إذا جاز له قراءة القرآن كالذي عليه حدث أصغر، الذي عليه حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويقول إذا مر بسجدة فإنه يسجد، يستحب له أن يسجد تبعا لتلاوة السجدة. ولكن القول الأول أنه لا يسجد، لأن سجود التلاوة نوع صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة. نعم.